السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدين ومتابعين الكرام. انطلق في هذه اللحظات الشوط الرابع والعشرون. الشوط الرابع والعشرون يعتبر هذا الشوط شوط إنتاج قطر. هنا في هذه اللحظات بعد أشواط الإنتاج هنا الشوطين المتبقية هي أيضا هنا أشواط إنتاج قطر. هنا في هذه اللحظات نتابع هذا الشوط ويعتبر شوط هنا رئيسي. في هذه اللحظات نتابع هذا الانطلاق والاندفاع، نتابع هذه الأسماء المنطلقة، نشاهد وإياكم هنا مجريات هذا الشوط وأول المنطلقات وأول المندفعات. مياسة على المركز الأول، هنا لمسفر بن علي بن عبيد السناري على المركز الأول على المقدمة على الصدارة. هنا في هذه اللحظات المركز الثاني نتابع بن جبران يصل في هذه اللحظات ويقدم لنا تحذير هنا في هذه اللحظات لجابر بن سالم بن جبران المري مع المركز الثاني منطلقا في هذه اللحظات. نشاهده هنا مع الحذرة اللي على المركز الثاني باسم بن جبران مع المركز الثاني المركز الثالث. نتابع في هذه اللحظات المركز الثالث هنا في هذا الشوط شوط انتاج قطر. يا سلام بهذا الأداء والتميز. نتابع هنا انطلاق، نتابع الوصول من الواصل النويعس حمد بن علي بن محمد المالكي الجهني على المركز الثالث المركز الرابع. نتابع من الجانب الأيمن هناك اللي هي تحذير جابر بن سالم بن جبران المري من الجانب الأيمن المركز الخامس اللي وصلت. يا السلام يا الشايبة حمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس مراكز الأولى. شكرا يا مخرجنا. يا السلام في هذه اللحظات نتابع وإياكم نتابع ننطلق في هذا الشوط وناموسه غالي لدى أيضا الشعب هنا في هذه اللحظات بأداء وانطلاق إنتاج قطر. يا السلام انطلقت هنا في هذه اللحظات الحذرة. يا السلام هنا ثنتين عند بن جبران عندما أبدع في هذا الصباح بالنقاط المتكررة هنا في هذه اللحظات وأيضا هنا نقاط 13 نقطة في هذا 12 نقطة في هذا الصباح بشعار بن جبران. وهنا في هذه اللحظات تسير النقطة 13 في طريقها مع هذا الشعار العملاق شعار بن جبران. يا سلام هنا في هذه اللحظات هنا بمتابعة وبانطلاقة سالم بن جبران من يراقب هذا الشعار من يندفع ينطلق برفقة هذا الشعار. المركز الثاني نتابع الوصول مع مياسة مسفر بن علي بن عبيد السناري المركز الثالث. نتابع القدوم من الحذرة أو تحذير جابر بن سالم بن جبران المري المركز الرابع الوصول والقدوم في هذه الانطلاقة. شفوف راشد بن سعيد بن راشد بواضحة المري المركز الخامس. نتابع اللي انطلقت من الجانب الأيمن واندفعت هناك اللي واصلة اللي هي الظبي حمد بن راشد بن محمد بالصفوة المري. يا سلام يا هذا الشوط، ولكن مياسة عادت وانتقلت نقلة ممتازة هنا في هذه اللحظات بشعار مسفر بن علي بن عبيد السناري. يلا يا ابو علي ركز يا مسفر. هنا في هذه اللحظات هنا مع هذا الشوط يعتبر شوط رئيسي انتاج قطر. يا السلام هنا مندفعة مياسة العود مياسة. يا السلام شوفوا القادمة هناك بشعار بن حنظل اللي وصلت هناك منصورة صالح بن حنظل للطلاب. يا السلام هنا ايضا وصول من شعار الدعية وقدوم اخر مع هوايل علي بن سالم بن سنيد الدعية قادم في هذه الانطلاقة والاندفاع. يا السلام يا هذا الشوط يا السلام، ولكن مياسة مسيطرة مياسة مع 700 متر الاخيرة مع هذا الانطلاق والاندفاع في هذا الشوط في هذا الانطلاق. نتابع هنا الوصول. يا سلام شاهد الظبي حمد بن راشد بن محمد الصفوة قادم في هذا الشوط، ولكن نعود إلى مياسة على المركز الأول، منصورة بن حنظل على المركز الثاني منطلقة في هذه اللحظات. هناك القدوم شعار بالصفة، ولكن شوفوا اللي قادمة شوفوا اللي واصلة في هذه اللحظات أسطورة علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني. ولكن روح مع مياسة والسلامات إلى وين؟ إلى الجملية إلى الوالد علي بن عبيد السناري. يا السلام منطلقة مندفعة بهذا الأداء
متميز انتاج قطر. تهانينا تهانينا والناموس، ولكن القدوم من الدعية، الدعية قادم في هذه اللحظات. هوايل علي بن سالم بن سنيد الدعية، ولكن مياسة 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 مياسة، سلام يا راعي مياسة سلام. تهانينا تهانينا لمسهر بن علي بن عبيد السناري، تهانينا الى الوالد علي بن عبيد السناري والى اهل الجملية على هذا الناموس، على هذا الفوز بشوط انتاج قطر. المركز الثاني هوايل علي بن سالم بن سنيد الدعية، المركز الثالث المركز الثالث منصورة صالح بن حنظل الطلاب، المركز الرابع المركز الرابع وصلت الظبي حمد بن راشد بن محمد الصفوة، المركز الخامس المركز الخامس وصلت مياسة لحمد بن علي بن محمد المالكي الجهني. يا سلام يا هذا الشوط، شاهدنا وتابعنا هذا الفوز المستحق والناموس مع هذا الأداء الكبير ومياسة. يا سلام يا سلام يا أبو علي، سلام والتحية والاحترام لهذا الشعار ولمسفر بن علي بن عبيد السناري. 6 دقائق 18 ثانية 12 جزء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار بفوز مياسة اللي أدت أداء متميز واندفعت إلى الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي قدمت عرض تشكر عليه أيضا عند الأمتار الأخيرة مع شعار علي بن سالم بن سنيد الدعية. 6 دقائق 18 ثانية 74 جزء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث من وصلت في ثالث المراكز في هذه اللحظات اللي هي منصورة، وها هي ساعة وصول منصورة إلى خط النهاية. 6 دقائق 22 ثانية 68 جزء من الثانية، تهانينا لصالح بن حنظل الطلاب، تهانينا أيضا لعايض وسالم على هذا الفوز، تهانينا لهم على هذا الفوز. شوطنا شوط